أدفع في أقل من 15 ساعة. لطيف شوقي المدير التقليدي للوزارة الوطنية للتعليم الأولي والرياضة بتراب عامة محافظة المسيك في إطار تنزيل مدام خيط الطائق 2022 وخاصة الهدف الاستراتيجي المتعلق بمضاعفة عدد المستفيدين والمستفيدات من الأنشطة الموازية الرياضة كنموذج في إطار البرنامج الوطني لجامعة الملكية الإبراهيمية للرياضة المدرسية كتنظم المدير الإقليمية للمسيك البطولة الإقليمية للعدو الريفي تحت شعار الرياضة المدرسية من أجل التلميذات والتلاميذ منفتحين وناجحين. كتعرف هذا التداول والمشاركة من أجل 1100 تلميذ ينتمون إلى مزيد من 66 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية وموزعين على 6000 فئة. كما كتلاحظوا فتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لهذا العصر الرياضي، وهذه المناسبة باش كنتقدم الشكر الجزيل للشركاء المديرية اللي ساهموا معنا في التنظيم على رأسهم السلطات المحلية السيد العامل مشكور خاصة السيد العامل، كذلك السلطات الصحية السلطات الأمنية الهلال الأحمر المغربي إدارية جمعية أمهات آباء أولياء التلاميذ حتى إذا نسيت شي متدخل. وفي الأخير دائما نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات المشاركين والمشاركات، ونطلب منهم أنهم بالنسبة للفائزين بطبيعة الحال أنهم يمكنوا أحسن تمثيل على المستويين الجهوي والوطني. وشكرا.